صباحكم الخير. اليوم الجمعة 2 نوفمبر تشرين الثاني. اليوم القمر مرافقنا من برج ترابي برج العذراء اليوم وبكرة، والأجواء مفروض تكون حلوة للأبراج الترابية موالي برج العذراء موالي برج الثور ومواليد برج الجدي. قبل ما بلش بالأبراج حابة لكم أنه كتابي كارمي شماس 2019 صار موجود بكل المكتبات. كيف رح بيكون هيدا النهار لكل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، اليوم يمكن تحس حالك وتقول أنه اليوم نهار أو عطلة الأسبوع، لأنه اليوم وبكرة نفس النوعية مبين عليها من بدايتها من أولها أنه شغل لفوق راسك. الأجواء بتطلب من مولود برج الحمل بده يطول باله، بده يطول باله على كل الناس، بده يطول باله أول شيء على حاله، ياخذ الأمور على الهدى ويطول باله على الناس يلي من حوله. نهار في شغل، فلازم تعرف أنه من أول النهار بدك ترتب الأجندة اللي عندك إياها. الأكثر تعبا اليوم نسبيا مواليد 26-27 أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. وأخيرا مولود برج الثور تتسم الأجواء لك. مولود برج الثور اليوم هنالك نوع من تعاطف معك، حدا عم بيحكي بلطافة. مولود برج الثور يمكن على طول عم بيحكوك بلطافة، لكن ما كنت شايف الأمور من هالمنظار هيدا. فالمنظار اليوم بالنسبة لك إيجابي، متفائل، حلو. اليوم في احتمال أنه يكون في حب ورومانسية ومصالحات وأجواء ممتازة. اليوم في انشراح هالمشاكل اللي كنت عم بتعاني منها في اليومين اللي مرقوا، أو يمكن الأسبوع اللي مرق، لسيما تحديدا اليومين اللي مرقوا، يبدو وكأنه في انشراح اليوم، ارتياح وانفراجات كتير كتير كبيرة. تبقى المواليد الأوفر حظا نسبيا هي مواليد شهر نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء اليوم نهار بدك تاخذ بعين الاعتبار انه هيدا نهار يا اما قاعد انت بالبيت عم بتضبضب، عم بتنظف، عم بتعزل، عم بتشيل وتحط، يا اما قاعد ما عم فيك تفكر لانه ولادك او حدا بالبيت شاغل لك كل وقتك، في شويه مزاجيه، يمكن في تعب او بتحس حالك انه كانك بدك ترشح، كانك بدك تمرض او شيء من هالنوع، مش بالضروره، لكن بسبب نوع من عدم الحرية، ما في حرية، أنت اليوم مقيد، مولود برج الجوزاء مقيد بالعائلة، بواجبات عائلية أو بمسؤوليات منزلية، هيدي هي، يمكن يكون في شوية تعب صحي، هيدا هو الجو اليوم. هنالك ضرورة لمواليد شهر أيار مايو يكونوا هن مطولين بالهم أكثر من غيرهم. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان نهار جميل جدا. بيكمل معك لبكره، وبالتالي فيك تقول انه عطله الاسبوع الجمعه والسبت، ما عم بحكي عن الاحد، عم بحكي عن الجمعه والسبت، رح بتكون كتير حلوه، نشيطه جدا، بيخطر على بالك 100,000 مشروع، الاجواء اليوم كتير حلوه، بتحس حالك انه الدنيا مش ساعتك، الاجواء العامه مشرقه جدا، مشمسه جدا، اليوم بيطلع بايدك شغل كتير، المعاملات، الوراق، الزيارات، المحاولات، بطل في محاولات، كل شيء بيزبط معك اليوم، عندك سرعة خاطر كتير مهمة، بتخليك فعلا تتميز، ولادكم مواليد برج السرطان رح بيكونوا فعلا اليوم مهايبرين كتير، الأكثر حظا كلكم محظوظين بشكل خاص 21-22 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد هيدا نهار نوعا ما بتحس إنه من أوله بدك تعمل حساباتك، حسابات، لانه يبدو انت مقبل، انت عارف انه واصل على عطله اسبوع، الهيئه فيها مطالب، الهيئه فيها مشاوير، او الهيئه فيها نوع من بروجرام حاطينه بده يمكن شويه مصروف، يمكن ما في شيء، فجاه حدا بيطلب منك مساعده، بيطلب منك تتدخل، الجو هيك، مش بالضرورة تكون أمور سلبية، ومش ضرورة يكون أي مصروف له علاقة بمسألة سلبية، يمكن أنت طالع عبالك أنه تاخد فاكيشن، يكون عندك إجازة حلوة، أو أنه تقضي وقت مع اللي أنت بتحبهم وتصرف عليهم، أو يصير في من تبادل في الكادويات والهدايا. الأكثر حظا 21-22 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لمولود برج العذراء مش ساعتك الدنيا، لأنه القمر ببرجك
عطلة أسبوع، الشمس ببرج العقرب الصديق لإلك، بتحس حالك إنه خيش ومرتاح، وينكم شو عم تعملوا؟ ليه ما عم تعملوا شيء؟ بتصير تلوم الناس، يلا قوموا وتحركوا. بتفاجئ الناس، من بعد ما مر عليك يومين كنت أنت اللي ما طالع بالك تتحرك وما طالع بالك ترد على حدا، فجأة تنقلب الأمور رأسا على عقب لمصلحة مولود برج العذراء، الأجواء رائعة رائعة ورائعة، مش بس اليوم بكرة أيضا، فحضر حالك. الأكثر حظا مواليد شهر آب أغسطس. بنتقل لبرج الميزان. بيدخل مولود برج الميزان هلا بفترة ومسائبة للأسف عطلة أسبوع. مولود برج الميزان صار بده مين يجره من البيت لحتى يكسر او تما ينزع المشروع يلي عاملينه الجروب. مولود برج الميزان ما طالع باله شيء، مولود برج الميزان يمكن حتى نفسيته بده مين يهتم فيه. مولود برج الميزان اليوم نهار من المستحسن انه ما تعذب حالك، بدك تروح تمشرع تعمل شيء خلي حدا، روح انت مع حدا. اليوم مولود برج الميزان يمكن يحس حاله انه مظلوم، تعبان، ما اخد حقه. هيدي عطلة اسبوع لازم ترتاح فيها، لازم تنبسط فيها. عمول شي بيسلي، شي بيضحك مع اهلك، مع اصحابك، مع ناس بتحبهم. ما تغرق حالك اكتر لانه منه لحاله هيدا الجو متقلب متقلب. تبقى المواليد الاكثر تعبا 28-29 سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبة لألك مولود برج العقرب بعتبره هيدا نهار جميل جدا، إذا فعلا عطلة أسبوع جميلة جدا، بتهيص فيها، بتحتفل فيها. اليوم مولود برج العقرب بده يوصل صوته لمجموعة كتير كبيرة. اليوم أنت شخص منك منعزل، منك منفرد، حابب تكون مع ناس تعجقها، حابب إنك تعجقها. إذا منه إجازي هيدا نهار كمان تتمتع فيه بيطل كتير حلوة وبقدرة على التعاون والعمل مع الآخرين. أكثر حظا 20-22 نوفمبر. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس هيدا نهار أنت بحاجة بهيدا نهار لما تتعب حالك كتير، لأنه منه لحاله نهار تقيل، تقيل كنت بالشغل أو بالبيت، هيدا نهار بتحسه تقيل من أوله، ويبدو منك حر، ما عندك الحرية لتعمل بدك إياها، تعمل بدك إياها. يمكن بسبب مسؤولية، بسبب شغلة عم بتركدك، عم بتشغلك، وكل ساعة بتقول يا الله لازم روح ولازم روح، وأي ساعة بدي ارتاح. نهار طويل متطلب وثقيل. هيدا نهار ببهدل إذا أنت ما عرفت قسمت وقتك. انتبه من الإهمال، وانتبه على أحد أفراد العائلة يمكن بحاجة لإلك فما تهملهم. الأكثر تعبا هو مولود نوفمبر، مع أنه الكل اليوم بحسوا بهالمتطلبات. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي يعتبر اليوم من الأبراج والأشخاص المبسوطين، اللي بتشوفهم إذا رحتوا على المول بتلاقوه من الأشخاص النشيطين الراكدين، يلي بدهم يعملوا كل شيء، بدهم يتغدوا، بدهم يتعشوا، بدهم يحضروا سيني، بدهم يشتروا، بدهم ما يخلوا محل ما يدخلوا عليه، والكل اللي معهم رح ينبسطوا، مش لأنه في أنانية، بالعكس يشمل الجميع بطاقته الإيجابية. نهار كتير حلو لمولود برج الجدي، ومكمل معك أيضا لبكرة. المحظوظين اليوم هن مواليد شهر ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو بعد عواصف اليومين الماضيين نوصل لنهار الجمعة. إذا أنت عم تشتغل اليوم مزاجك أريح، ويمكن رايح على الشغل أو رايح على عملك وأنت ناوي تعتذر، أو خايف نأذن أنه حدا يوجه لك ملاحظة على اللي صار في اليومين الماضيين كانوا صعبين، فاليوم نهار حلو انه يصير في اخذ وعطاء، خلي الدبلوماسيه تلعب دورها اليوم. اذا انت باجازه انت بحاجه لحتى تنبسط وتفرح وتشيل من راسك هموم وعن كتافك هموم. كون حذر جدا 11-12 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. اليوم مولود برج الحوت في تنافر في الاجواء الفلكيه. شمس كثير برا وحايس، بدك تطلع من البيت تنقول، عم بعطيك صورة مثلا لتتخيل، ولكن بالبيت في عندك قصة ملبكي ملبكتك وما رح فيك تطلع ورح تضطر تلغي مواعيدك، سو بصير في محرقصة اليوم عند مولود برج الحوت، ويمكن تنرفز وتعصب، يمكن تنرفز وتعصب، أو يمكن ينرفزوك ويجروك يستفزوك لنرفزي. ما عم بحكي عن قلب البيت، عم بحكي عن الجو.
من ناحية أخرى فيكون نهار كتير حلو لأنه في لقاء كتير مهم عندك إياه، ولأنك في عندك شوية هواجس أو في شوية قلق حاول ما تنزعها. بعض الأشخاص بيرتبطوا اليوم مهنيا أو حتى عاطفيا. الأكثر حظا بعد 18-19 أدار مارس بختم مع مولود اليوم. سنة كتير حلوة، سنة كتير مرتبة، سنة بتبين فيها بتنجح فيها بالكوميونيتي بالمجتمع اللي أنت فيه. حاول بهيدي السنة أنك تلعب دور بناء ضمن مجموعة، هيدي السنة مش لحتى تشتغل فيها لحالك الأمور المهمة، فيك تتكل على الآخرين. نوفمبر شهر أدار مارس، جولاي هني أفضل أشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي.